مدرب دييغو ميليتو هدف الفوز في ديربي الغضب. هكذا كانت الامور في ديربي الغضب، ولكن الان ديربي ايطاليا ينطلق واليوفنتوس في الجهه اليمنى. الفريق اللي فاز خارج ارضه في الجوله الاولى على سامدوريا بهدف لكارلوس ساتيفيز، هذه كره خطيره تبدو كذلك، وهاندانوفيتش ايضا يسيطر على الكره الماضيه في الجوله الثانيه وتعادلوا بدون اهداف. ضربه ركنيه عاليه الان بالراس ستنحط وبالراس ستبعد من بوجبا وبالقدم، الله الله خطيره جدا لا زالت، خطيره جدا لا زالت. عمره يدوب 16 سنه الان هو موجود على تنفيذ ضربه حره مباشره يرسلها للامام خطيره والتصديات. خسر لاخر مره في عام 99 امام بارما بهدف اللي دينو باتيو. هذه محاوله تبدو جميله الان من الياباني اللي لا زال صاحب افضل محاوله في الشوط الاول. الكره اللي كانت فيها تصدي خيالي من جانب جان لويجي بوفون، شيء من المانع يبل ريجا لان مباراه هذا المساء مباراه هذا المساء التعادل لان ذلك كفي. هذه ضربه حره مباشره تبدو كذلك الان التسديده تصطد وتصل الى ضربه ركنيه، ضربه ركنيه. حتى الان ديربي في تكافؤ كبير مشاهدي الجزيره الرياضيه، عمل كبير وتكافؤ كبير وحضور جماهيري كبير، وضربه ركنيه الان لابيرلو عاليه تلعب بالراس لكن بقبضه اليدين من جانب حارس المرمى الحاضر هاندانوفيتش. هاندانوفيتش طبعا حارس مرمى فريق نادي هذا هو مباراته الاولى كانت مع اودينيزي ضد سامدوريا في 2005 مباراة التعادل 1-1 أول مباراة بالنسبة له في الكاس الإيطالي. هذه الكرة الماضية يبدو بأن رانوكيا، نعم رانوكيا طبعا تذكرون القضية التاريخية في كرة القدم الإيطالية كالتشيو بولي. هذه خطيرة كورسو الله 4-4 ولاحظ الكرة الماضية اللي كانت من بيرلو وبعد ذلك إلى بوجبا، لكن بوجبا جاءت على قدمه اليسرى وهي ليست المفضلة ولم يضع قدمه بالطريقة الممتازة ربما، وبالتالي بيت الانتراوي. الكرة تلعب للأمام، هذه خطيرة لأن وراها اللاعب الخطير رودريجو بالاسيو، خطيرة الله 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 الله، نعم خطيرة جدا، وهذا الياباني خطير قصير وخطير لأنه سجل في ضغط كبير على حامل الكرة وينجح بعد ذلك بالفعل، وهذه مرتدة وهذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، نعم هذه خطيرة الآن تصل إلى اللاعب الوسط المنطلق دائما ناكاتومو، خطيرة خطيرة كانت كذلك وأبعدت من بوفون، أبعدت من بوفون إلى ضربة ركنية. ما تعرف الأمور وين توديك اطلاقا، لا تعرف عزيز المشاهد الامور وين توديك. الان في ديربي ايطاليا الكبير كل شيء وارد وكل شيء ممكن وكل شيء، لكن الان صوت الصافره ياتي لان يعلن بدايه الشوط الثاني من ديربي ايطاليا الكبير. شوط اول بدون اهداف والشوط الثاني بالمناسبه اسمراني الغاني موجود في ارض الملعب، وهذه كره خطيره وتجد بوفون ما فيها تسلل بالمناسبة، ما فيها تسلل، الكرة من كامبياسو والراسية هو تشعر انه استعجل شوي. لاحظ هذا الكبير بالقميص رقم 10 ياتي ربما الان، ياتي الان ربما الان بخطورة كبيرة، الله الله كرة خطيرة، كرة خطيرة، فرصة موجودة، الله اخطر ما اتيح لليوفنتوس في المباراة من كرات خطيرة. الكرة الماضية ليش كانت خطيرة؟ لأن في مساحة وفي المساحات تجد الكرات الخطيرة، لكن فيدال ما تصرف صح، فيدال ما تصرف صح، وهذا ليش زعلان؟ زعلان لأن اليوفنتوس اليوفنتوس هذه كرة خطيرة فرصة وكليني، كليني يتدخل في التوقيت المناسب إبعاد الكرة الماضية. محاولة لا زالت خطيرة وتبعد الآن ولا زالت قائمة ولا زالت حائمة الكرة الماضية وكرة للأمام والصافرة تأتي والصافرة على وجود خطأ، نعم جول جول الإنتر، هو 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 إيكاردي يا جماعة الخير.
هدف معين. إيكاردي كلمة السر، يأتي ماتزاري ويدخل إيكاردي، وإيكاردي يأتي بالهدف الأول في مباراة. هنا بدأت قصة الهدف، الخطأ من كليني والتمريرة من ريكي والكرة القوية جدا في اللمسة الأولى من جانب إيكاردي. إيكاردي العام الماضي مع سامدوريا هدفين في مرمى بوفون، وهذه الليلة يأتي نفس اللاعب اللي دارس كل فريق نادي اليوفنتوس، لأنه متأخر الآن، متأخر الآن. الكرة تلعب إلى أسامو، أسامو محاولة المرور وموجود البرازيلي جوناثان، ولكن يتقدم، يتقدم، الكرة خطيرة ولا زالت موجود. الله الله، جول! هكذا هي الأجواء الكبيرة، يا فرحة ما تمت، هكذا يقول. لكن الكبير يعود في التوقيت المناسب، الكرة الماضية اللي فيها المرور وفيها الإصرار الكبير من جانب أسامو، بعد ذلك إلى فيدال، وفيدال بعد ذلك مباشرة إلى الشباك. يا لها من دقيقة مجنونة، دقيقة مجنونة بكل معنى الكلمة. فيها تقدم الانتر وفيها تعادل اليوم، ليس إلا تغيرت الصورة. صرنا الآن نتكلم عن هدفين وربما الثالث، كرة خطيرة. الله 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 الله، شيء جميل ما نشاهد الآن، شيء مثير ما نتابع الآن. لقد تغيرت الصورة، سجلت وسجل هدفين وقت الموقعة كما تابعنا هذا المساء. العمل الكبير والحرص الكبير، وهذه كرة خطيرة موجودة في اللحظة.